بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله الحلقة رقم 11 بمشيئة الله، وإحنا إن شاء الله على عتاب إنهاء الكورس أو الختام بالكورس بمشيئة الله تعالى. وقفنا يا باشمهندسين الحلقة اللي فاتت عن كنا بنتكلم إن إحنا بنظبط الأكسس ديت، بنفكركم مع بعض كده على الإكسل، بنظبط الأكسس ديت بتاعة المقاول الثاني، إن إحنا متفقين حسب العقد إن يكون تواريخ معينة متفقين عليها. أفتحها مع بعض كده ونشوفها. تمام، التواريخ اللي واضحة قدامنا دي يا باشمهندسين على الشاشة. كنا وقفنا المرة اللي فاتت إحنا بنظبط تاريخ دخول المقاول الثاني. احنا تقريبا عملناها في برزنتيشن على ما اتذكر، الجي 1، ايوه ده افضل. دي التاريخ اللي احنا اتكلمنا فيها يا باشمهندسين المره اللي فاتت. كان بيقول لنا نبدا على بركه الله اللي انا نركز النهارده مع بعض يا باشمهندسين. اللي انا هقول لكم النهارده وانتوا اشطر مني على اليوتيوب واحسن مني، الا لقيتوه قولوا لي احنا لقيناه، مش هتلاقوه. فلازم هنركز في المحاضره النهارده ونخلصنا ان شاء الله، ممكن تكون المحاضره الجايه، يعني ممكن المحاضره الجايه. لسبب اللي انا هقوله النهارده زي ما قلت لحضراتكم مش موجود، سواء كانت كورسات مدفوعه او كورسات فري. طب ليه مش موجود؟ هل الناس ما تعرفهاش؟ لا، الناس بتعرفها. طب ليه ما بقولهاش؟ اللي انا بقوله النهارده قد يحرج اي محاضر، ممكن يحرج اي محاضر، بمعنى ان المحاضرين وخاصه الكورسات المدفوعه يا باشمهندسين بيبداوا يبقوا حافظين خطوات وحاسسك ان الدنيا حلوه، ويبدا تلاقي الشاشه بتتكلم ويشتغل بسرعه طخ طخ والكلام ده كله، حاسسك ان الدنيا بيس. بيجي بقى عند الحتت اللي احنا هنتكلم فيها النهارده لا يمكن يستطرق لها نهائي. ليه؟ لانها بتعتمد على حاجتين. اول حاجه واحده ممكن، مش هنخليها اتنين كمان، بتعتمد على الخبره ومدى كميه المشاكل اللي تعرضت لها في حياتك، في حياتك العملية كمخطط. فمحاضرة النهاردة هي ممكن نقول عليها أول محاضرة للتخطيط. كل اللي فات دي خطوات وستيبس معينة بنطبقها على البرمافيرا وعلى الإكسل، وممكن هتبقوا أشطر مني وأسرع مني. اللي جاي النهاردة، ممكن النهاردة وممكن المحاضرة الجاية كمان إن شاء الله، هو دي صلب التخطيط. وزي ما قلت لكم مش هتلاقوه على الإنترنت نهائيا، وابحثوا وشوفوا، لأن ما لا يمكن أي محاضر ان مفيش محاضر بيبدا يحرج نفسه. ليه؟ لانه ممكن يشتغل نص ساعه، بعد النص ساعه مفيش نتيجه، فبالتالي هيحرج نفسه قدامك. طب ليه انا يعني، طب انا بريمو مثلا جاي اتحدى عضلاتي؟ لا، مش بتحدى عضلاتي ولا حاجه. اول حاجه ان انا لو خدت نص ساعه والنتيجه طلعت صفر هقول لك هي طلعت صفر، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما اغلط؟ تمام، يعني ليه انا مش عارف ليه الناس بتخاف من الغلط، او ليه الناس مش عايزه تتكلم على النقطه دي عشان ما يظهرش انه ضعيف؟ طب وايه المشكله؟ ما هي تراي اند ايرو. فنركز رجاء النهارده مع بعض يا باشمهندسين، نركز مع بعض. وقفنا الحلقه اللي فاتت عن مشكله قابلتنا. ايه هي المشكله اللي قابلتنا؟ نركز يا باشمهندسين مع بعض. كانت بدايه زون اتنين احنا قلنا ايه؟ احنا طبعا حطينا دي اول نوبه 6 2 دخلناها، اللي هي دخول جي 2، يعني جي 1 هتسلم جي 2. نفهم مع بعض يا باشمهندسين، جي 1 هتسلم جي 2، فدخلنا الخطوات دي ككونسترين، دي كلها دخلت كونسترين، الباقي مش هندخله كونسترين. ليه؟ عشان نحد من استخدام الكونسترين. طب هنظبطها ازاي مع بعض؟ هنقول لحضرتك نظبطها ازاي. دول اللي احنا دخلناهم المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ ان جي 1 هتسلم جي 2. تمام؟ 6 2 9 2 20 3 20 4. تمام يا باشمهندسين؟ اهو 6 2 9 2 20 3 10 4، اخر واحده 10 10 4 مظبوط. وظبطناهم كده على البريمافيرا. تمام؟ وكان معانا وبدانا المره اللي فاتت بزون 2، وبدانا نشتغل عليه. جينا نظبط دخول تسليم جي 2 لجي 1، يا ريت كل الناس تكون فاهمه. جينا نظبط ان جي 2 المقاول بقى اللي احنا شغالين عليه هيسلم جي 1، المفروض يسلمه 16/7، وظهرت معانا مشكله رمت معانا لشهر اوجست. طبعا احنا لازم نظبط بقى التواريخ دي كلها، يعني هنظبط تواريخ 16/7، ولو خلصنا السطر الاولاني بتاع زون 2 ممكن ايه هنسالكم بعد المحاضره هل نكمل ولا لا، ممكن المحاضره الجايه ان شاء الله ناخد بقيه الزونات.
لان لو خلصنا خلاص يعني هنكون خلصنا ان شاء الله، الفلوت اوتوماتيك هيتظبط مع نفسه يعني بالطريقه اللي احنا شغالين، هتلاقي اوتوماتيك الفلوت بيتظبط مع نفسه. تمام. جينا لقينا يا باشمهندسين، لقينا حضراتكم ان 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 رامت معانا لشهر 9 ان زون 2. زون 2 احنا بادئين طبعا بزون 2 دي، وقلنا ليه احنا بدأنا بيها يا باشمهندسين؟ عشان العقد، عشان نشتغل زي العقد بالظبط. كنترول زد اللي هي بالجرين كولر دي يا باشمهندسين احنا شغالين عليه، هي دي كانت المفروض تبدأ حسب العقد. تمام. يبقى اذا البدايه بتاعتها مع بعض، البدايه بتاعتها كانت 6/2. تمام. هيشتغل وبعد ما يخلص، احنا زي ما اتفقنا بنراجع مع بعض سريع، وبعد ما يخلص 3 شبكات هيسلم المقاول الاولاني، وبعد كده بعد فتره هيستلم هو الثاني. طب هو كان هيعمل ايه في الاول؟ احنا قلنا لحضراتكم هيعمل 3 شبكات، هيعمل شبكه الميه والري والصرف، وبعد كده هيسلم المقاول الثاني يعمل الشغل. المقاول الثاني هيستلم فين؟ لاحظ يا باشمهندس النشاط اللي انا واقف عليه حضرتك ده، هيستلم 17/7، هيسلم 15/8. يبقى اذا مفروض شبكه الميه والصرف والري تخلص يوم كام؟ تخلص قبل 17/7. طيب احنا لما تعالوا بقى نعمل فلتر يا باشمهندسين، وركز معايا واحنا بنعمل الفلتر. هنعمل فلتر نظهر فيه شبكة الصرف والمية والري لزون 2 فقط، عشان نركز مع بعض ايه نفلتر البرنامج معنا، نقلل الشغل اللي احنا مش عايزينه، خلينا نركنه على بعض. اول حاجة يا باشمهندسين ممكن نيجي عامل فلتر، احنا كنا تقريبا عاملينه المرة فاتت ما كملناش. ايوة. هتعمل اول حاجة فلتر يا باشمهندسين، ممكن تقول له ايه مثلا؟ ممكن نسميه مثلا not were or for a for zone 2. تمام. شبكة الأعمال لزون 2 هنقول له اظهر لي لما تكون الاكتيفيتي نيم contains تحتوي على اي دي بيساوي سور سيستم، واي دي بيساوي الاوريجيشن سيستم، والاي دي بتساوي ايه؟ البوتابل واتر. تمام. عايز اول حاجه دي. تمام. يبقى انا هو كده هيظهر لي اول حاجه الثلاث شبكات دول، وعايزه في نفس الوقت يكون جايب لي نعمل فلتر ثاني مثلا، نختار الشبكه دي ونقول له موديفاي، هنقول له تكون الدبليو بي اس تحت ايه؟ تحت اللهم صل على محمد مصطفى، تحت زون، تحت زون 2. تمام. زون 2. اوكي. طيب بعد كده بنقول له ابلاي، كده ظهر لي ايه؟ يور انترنت كونكشن از ان يوزر. الصوت واضح يا باشمهندس؟ عملنا فلتر يا باشمهندسين عن الشبكات، عن زون 2، عملنا فلتر على زون 2 وفلتر للشبكات اللي احنا عايزينها بتاعت السور سيستم والبوتابل واتر والاريجيشن سيستم. زي ما قلت لحضراتكم عملنا فلتر يا باشمهندسين تاني لو كان الصوت واضح، عملت نوعين من الفلاتر. الفلتر الاولاني قلت لي اظهر لي، تمام واضح خلاص يا باشمهندسين، خلاص بقى خلاص عشان بس ما نشغلش بالي بالفلاتر بالرسائل كل شويه. تمام يا باشمهندسين واضح. اول فلتر قلت لحضراتكم يا باشمهندسين ان انا هنظهر الثلاث شبكات دول، واللي ناسي ليه الثلاث شبكات دول؟ لان العقد بيقول كده، ظهرنا الثلاث شبكات وهنشتغل على زون 2. يبقى اول حاجه قلت له اظهر لي الثلاث شبكات، وطبعا هنا بتقول له ايه؟ اني ان ذا فولوينج، يعني ايه؟ كل اي حاجه تحتوي على الكود اللي احنا حاطينه دي، ودي ميزه الكود اللي احنا حطيناه مع ايه المشكلة؟ تمام يا باشمهندسين. الفلتر الثاني كان الفلتر الثاني انا عايز نظهر زون 2 فقط، الزونات الثانيه مش عايزها تظهر دلوقتي معايا دلوقتي عشان ايه؟ ما تعمليش مشاكل. تمام. وبالتالي انا قلت له ان الدبليو بي اس تكون اندر تحت ايه؟ تحت زون 2. زون 2 حضرتك هتيجي هتقف على دور لي على زون 2، ادي زون 2 اهيت. تمام.
وهتقول له الكود بتاع زون 2 زون 2 اهي يا باشمهندس 1 4 2 تمام. بعد كده يا باشمهندس بنعلم عليهم هما الاثنين وبعدين نقول له ابلاي واوكي، فظهر لي ظهر لي ظهر لي شبكه 2 فقط. تعالوا نراجعوا مع بعض نشوف المشكله فين. وانت شغال بقى عايز تظبط التاريخ، دي هو دي التخطيط. ايه هو بقى اول حاجه؟ زون 2 اول حاجه فيز 1. تعالوا نشوف المشكله فين. هل هي المشكله في الميه ولا الري ولا الصرف؟ منطقيا كده حجم الاعمال، انا من خلال شغلي وخبرتي مثلا انت كبلانر موجود في المشروع تبقى عارف ان شبكه الصرف اضخم لان الحفر فيها اكتر، فاوتوماتيك لازم المشكله هتكون في الصرف. تعالوا نبصوا كده على اول حاجه في زون 2. زون 2 خلصانه 21 سبتمبر. طب ده كده مشكله، انا عايز زون 2 المرحله الاولى لان فيها مرحله اولى ومرحله ثانيه. المرحله الاولى فيها تخلص 17/7 تمام. طيب هنحل المشكله. تعالوا اول حاجه لقيت ايه زون 2 كده معديه، طب هنبدا نعرف المشكله. هل هي في فيز 1؟ لا، فيز 1 خلصان يوم 10 جون 10/6 زي الفل ما فيهوش مشكله. طب فيز 2 خلصانه يوم 16 جون ما فيهاش اي مشكله. طيب فيز ايوه، بدات ابدا اول خيط من المشكله يا باشمهندسين، بدات اول نمسك اول مشكله من مشكله الخيط اللي هي ايه؟ اللي هي زون 3. زون 3 منتهيه كام؟ انا بشتغل معاكم على فكره من يوم ما قفلت المشروع ما فتحتوش خالص، فتلاقيني بفكر معاك، وبالتالي الخطوه لو عملتها وعدتها تاني فاعرف ان انت حتى في شغلك هتعمل كده. هتلاقي زون 3 خلصانه يوم كام يا باشمهندس؟ يوم 7 سبتمبر، دي اول مشكله، وبالتالي هتكون زون 4 هتخلص بعدها اكيد. زون 4 خلصانه يوم 21 سبتمبر، اذا المشكله عندي في زون 3 وزون 4 خلصانه ايه؟ خلصانه يوم 21 سبتمبر، وبالتالي زون 2 منتهيه 21 سبتمبر، اذا زون 1 وزون 2 ما فيهمش مشكله. انا كده اول حاجه بدات مسكت طرف الخيط ان المشكله عندي في زون 3 واثرت على زون فيز، اسف انا عمال اقول زون غلط، هي كلمه فيز مش انا بتكلم على فيز معلش. احنا دي زون 2 فيز 3، المشكله عندي في فيز 3 تمام، وفيز 4 فيز 3 زقت فيز 4. طبعا فيز 3 متاخره وصلت 17 7 سبتمبر تمام، وفيز 4 وصلت 21 سبتمبر تمام. يبقى انا كده ايه عرفت اول خيط وبدايه المشكله. طب تعالوا نشوفوها، هل هي ميه ولا ري ولا 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 صرف؟ تعالى مبدئيا كده من ستور سيستم هي خلصانه كام؟ واضح قدامي انها خلصانه 7 سبتمبر 7 9، اذا المشكله في الصرف. هل في مشكله في الميه؟ لا، الميه ما فيش مشكله، الميه خلصانه 22 6 22 جون، والاريجيشن خلصان يوم 22 جون ما فيهوش اي مشكله. تعالوا نشوفوا بقى ايه. طب خلاص اللي ما فيهوش مشكله حضرتك اقفله كده عشان تبقى مركز معايا. حضرتك ما فيهوش مشكله، دي ما فيهوش مشكله، اصبح دي عندي فيها مشكله تمام. تعالى بعد كده حضرتك شوف لي فيز 4 انهي فيز 4 فين المشكله؟ المشكله عندي في الصرف، الصرف 21 9 اوكي. طيب هل الميه فيها مشكله؟ لا، الميه ما فيهاش مشكله، خلصانه يوم 10 جولاي 10 7 زي الفل ما فيهاش اي مشاكل. والري خلصان يوم 28 جون ما فيهوش اي مشاكل. اصبح كده انا مسكت ايه؟ مسكت المشكله. اول حاجه عشان تمسك المشكله يا باشمهندس في زون معين او فيز معينه بتعمل فلتر، ثاني حاجه بتمشي مع طرف الخيط واحده واحده تشوف المشكله. انا التواريخ دي عايز نوصلها كام يا باشمهندس عشان حضرتك تكون مركز معايا؟ انا عايز نوصل التواريخ ل 16 7 ل 16 7. اذا الطريقه بقى انا هقول لك وانا ماشي كده ايه الطريقه الخطا اللي بيرتكبها المخططين. بيبدا يقلل في الديوريشن. طب الديوريشن دي جايه عن طريق حسابات غلط، انت لو عديت غيرت في الديوريشن حضرتك عملت شغل غلط. بيبدا خطا تاني يعمله يلعب في العلاقات فبرضه خطا. طب الحل ايه يا باشمهندس؟ الحل زي ما حضرتك هنبداوه مع بعض ان شاء الله وهيجيب نتيجه تمام. اول حاجه يا باشمهندس، اول حاجه تعالى بقى معايا كده على الـ على الـ على الـ على ال انا عرفت سبب المشكله ان مش راضيه تعمل لانه ما كانش عليها بول لاين تمام.
تعالى احنا اتكلمنا، احنا بنتكلم على زون اتنين، فيز زون اتنين عموما كلها. فزون اتنين فيز واحد ما فيهاش مشكله، زون اتنين فيز اتنين ما فيهاش مشكله، المشكله عندي في فيز ثلاثه وفيز اربعه في زون اتنين، خلصانين في شهر، خلصانين في شهر تسعه. هنبدا طيب التاخير قد ايه يا باشمهندس؟ التاخير بتبدا تبص في دماغك بسرعه كده، التاخير قد ايه؟ انا مفروض كنت يخلصوا 16 7 وهم خلصانين عندي كام؟ خلصانين 21 9، يعني نقوله مثلا شهرين، في تاخير شهرين. في تاخير شهرين. في الحاله دي يا باشمهندس انت لازم تغير من طريقه التخطيط بتاعتك. ايه هي طريقه التخطيط؟ حضرتك كنا شغالين نقوله نخلص حفر في فيز واحد ننتقل على فيز 2 ب10 معدات. لازم تركز معايا يا باشمهندس، كانوا كام معده حضرتك؟ تعالى نقف مع بعض كده، في المتوسط تقريبا كنا شغالين على 10 معدات اهوت يا باشمهندس. في الاكسكافيشن كنا شغالين على 10 معدات. انا كنت مرتب ان انا ب10 معدات ب10 حفارات هيشتغل حفر هنا، وبعد كده يتنقل يخلص حفر هنا، وبعد كده يخش على فيز 3 فيز 4. الطريقه دي مش هتنفع معايا يا باشمهندس. ايه هي الطريقه اللي انا هشتغلها؟ هشتغل بطريقه ايه هي بقى؟ هنقول له خلاص انت هتشتغل فيز 1 زون 2 فيز 1، وفي نفس الوقت هتجيب لي كمان 10 تنزلهم في فيز 3. يعني اصبح بدل ما هيبقى فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4، لا هيبقى فيز 1 فيز 2 وبعد كده فيز 3 فيز 4. يعني اصبحت دي مجموعه مع بعضها كده، دول مجموعه مع بعض ودول مجموعه مع بعض. تعالوا نجربه ونشوفه. انا كده ما بلعبش في الديوريشن النهائي. طب مين اللي اجبرني وخلاني بدل ما بعد ما اخلص فيز 1 وفيز 2 وبعد كده اخش على فيز 3 فيز 4؟ اللي اجبرني التخطيط، واللي اجبرني العقد، لان العقد بيقول لي خلص 16 7. تمام، يبقى اذا اللي اجبرني ان انا نبدا فيز 3 مع فيز 1 هو التخطيط. اذا البرنامج بدا يظهر لي المشاكل اهو. تمام، كون اننا نحط ديوريشن مظبوطه ونحط معدات مظبوطه اصبح هو البرنامج هو اللي هيقودني. من النهارده اصبح البرنامج هو اللي بيحركك، هتتحرك بناء على البرنامج. ما تلعبش في اي تواريخ يا باشمهندس، ما تلعبش في اي ديوريشن يا باشمهندس، التخطيط هو اللي هيحركك. طب في الحاله دي هنعمل ايه يا باشمهندس؟ حضرتك هنعمل حاجتين، هنفصل. فاكرين اللي كانت الباشمهندسه اللي كانت بحتلنا الشغل وكنت ربطت لها قلت لها اعملي العلاقات الداخليه وبعد كده اربطي كل شبكات مع بعضها، يعني شبكه الصرف تبقى بخلص صرف هنا نبدا صرف هنا نبدا صرف كذا كذا ورا بعضها. لا، في الحاله دي هنبدا واحد واثنين، واحد واثنين، واحد وبعد كده نخش على اثنين، وفي نفس الوقت هنبقى شغال في نفس ذات الوقت وانا شغال في واحد هنبقى شغال في ثلاثه، وبعد ما نخلص ثلاثه نخش على اربعه. طب تعالوا نعملوا الكلام ده ازاي على البرمافيرا بتاع. اول حاجه هنفصل العلاقات القديمه. ايه هي العلاقات القديمه يا باشمهندسين؟ هنفصل زون ثلاثه فقط. الاعمال اللي هي في زون في فيز 3 هنفصلها في اللهم صل على في فيز 2 في فيز 3 فيز 3 هنفصلها عن اللي قبلها، عن فيز 2. هنفصل فيز 3 عن فيز 2، هخلي فيز 1 وفيز 2 مع بعض، وفيز 3 وفيز 4 مع بعض. يا رب يكون الناس فاهمه، واللي مش فاهم يبعت لي 2 فقط، اللي فاهم اوكي. تمام، هنبدا بقى ايه، نبدا نفصلهم. اللي فاهم بس عشان ما تشتتوش يا باشمهندسين، اللي فاهم يبعت، اللي مش فاهم يبعت اثنين عشان نبدا ايه ويكتب لي يقول لي انا الحته دي عيت. اللي فاهم اوكي. تمام، طيب هنبدا بقى حضرتك. هنفصل اول حاجه، هنفصل العلاقه القديمه اللي هي العلاقه دي. نبدا بقى احنا كنا رابطين اعمال السيتنج اوت بالسيتنج اوت بتاعت اثنين بسرعه مع بعض، هنحذفها اهوت خلاص مش عايزك. لا، ده انا هنخليها تبدا مستقله، ودي برضو هنخليها مستقله. افصل لي الحفر دي، افصله عن حفر 2. تمام، والنشاط اللي بعده البيدنج حضرتك افصله لي عن بيدنج 2 اهوت، حتى لو ما كانش درايفنج يا باشمهندس، حتى لو ما كانش درايفنج تفصله. تمام، والجوين الايمنج اهوت، هنا مش درايفنج يا باشمهندسين اهو، لاحظ ان ايه في علامه اهوت درايفنج، هو ما علوش تاثير ولكن افصله لان هيبقى درايفنج كمان شويه. افصل لي الجوين عن 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 2، وافصل لي المنهولي بتاع 3 افصله لي عن 2، والتستنج افصله لي، والدفان افصله لي،
والوصلات المنزليه ارسله لي. تعالوا بقى نرجع مع بعض ايه على الكاد ونقوله احنا اللي عملناه. اللي عملناه بدل ما كانت مجموعه واحده هتشتغل من الاول للاخر هيبقوا مجموعتين، بس باختصار مجموعتين حفر، يعني في حفار هيشتغل هنا وبعد كده يتنقل هنا، وفي في نفس الوقت في مجموعه ثانيه هتخش هنا، ومجموعه سباكين ومجموعه عمال ومجموعه ناس. يبقى اذا ايه كل مجموعه بدل ما هيبقوا بدل ما كانت مجموعه واحده هتتحرك من في زون اثنين بالكامل، هيصبح معانا مجموعتين في زون اثنين، مجموعه واحد واثنين ومجموعه بثلاثه واربعه. تمام. طيب بعد كده تعالوا بقى ايه نربط السيتنج اوت بايه يا باشمهندس عشان تكون مركز معايا، يعني العلاقه تبقى. لا يا باشمهندس لا ما حدش لا, لا لا استنى لما اخلص، استنى لما في حاجه صغيره احنا ممكن نعملها ستارت تو ستارت، حاجه بسيطه جدا. هنيجي عامل ازاي؟ هنيجي رابط احنا دلوقتي السيتنج اوت في فيز واحد كانت مربوطه بكام بايه يا باشمهندس؟ السيتنج اوت هنا كانت مربوطه يا باشمهندس خلي بالك بتمكين، طبعا مربوطه بالشطرنج اهو، وتمكين جي 2 انها تبدا بالاعمال. تمام؟ يعني جي 2 تبدا بالاعمال، وفي نفس الوقت ايه يكون المخططات معتمده، خلاص ما فيش مشكله في مشكله المخططات دي مش هنتكلم فيه، هنتكلم ان 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 اعمال المساحه دهيت هتبدا امتى؟ هتبدا بالتمكين بتاريخ تسليم المقاول الاولاني للمقاول الثاني. فين هو بقى؟ تعالوا نجيبوها مع بعض، هنقول له كان بتاريخ كام؟ اللي هو كان بتقريبا 6/2 اهو. اهو يا باشمهندس تمكين المقاول الثاني، يبقى اصبحت ايه؟ اصبحت كده هيبداوا ستارت تو ستار، يحتبر يا باشمهندس انت اللي سال وقال ستارت تو ستار، اه فعلا تقريبا هيبداوا مع بعض يعني ستارت تو ستار، ولكن انا ما مش هخليها ستارت تو ستار زي ما حضرتك متخيل. تمام. تاني حاجه يا باشمهندس هنعمل ايه؟ هنعمل هنقول له سكادول. اصبحت الدنيا بقت حلوه معايا اهي، اصبحت زي الفل كده، بقت زي الفل معانا. خلصت امتى؟ يعني من حركه واحده فكينا العلاقه وخليناهم بداوا، بدت 18 جولاي. بس هتلاقي في مشكله بسيطه كمان في فيز 4، فيز 4 لسه ما اتحلتش. فيز 4 لسه 4 اوغست. تمام. طب نحلها ازاي يا باشمهندس؟ تعالوا مع بعض بقى. بتيجي حضرتك بتلاقي انت كده قربت، انت بتتكلم في كام؟ في حوالي مثلا 15 يوم او 17 يوم. اول حاجه ممكن نحلوها، بص انا بفكر معاك اهوت وانت في شغلك هتفكر بنفس الطريقه. تمام. سؤال بنزود يا باشمهندس؟ لا ما تزود، اي انت ما تزودش ريسورس يا باشمهندس، ما بنزودش ريسورس يا باشمهندس، انا ما بتزودش ريسورس على البرنامج، انا بدل ما كانوا شغالين انا في الاول يا باشمهندسين، في الاول انا بشتغل على المينيمم ريسورس. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن نقول له مثلا إيه الصرف مثلا بعد ما الصرف يخلص خش ري، وبعد ما الري يخلص مثلا خش لي ميه. طب ما جابتش معايا، نقول له لا طب ابدا صرف مع بعض، إيه خلص ابدا الصرف والميه مع بعض. طب ما جابتش معايا، لا ابدا للصرف مجموعتين. انا كل اللي عملته بدات بمجموعتين. الشاشه عندي متوقفه فقط صوت. هل مشكله الشاشه يا باشمهندسين فيها مشكله؟ الله المستعان. لا هندسه مفيش مشكله، ممكن يكون من عنده بس. ريفريش يا باشمهندس. مهندس حمزه ممكن تخرج وتدخل تاني يا هندسه. الان اوكي تمام كله واضح زي الفل يا باشمهندس. انا ايه اللي عملته يا باشمهندس؟ باختصار بدل ما كنت شغال مجموعه واحده كنت عارف ده اربع مجاميع، يعني انا كنت مخطط مجموعه تخش في زون واحد، ومجموعه تخش في زون اثنين، ومجموعه في زون ثلاثه، ومجموعه في زون اربعه. دي كانت خطتي في الاول، اصبحت خطتي دي مش جايبه معايا. ما فيش مشكله تمام. الصوت واضح عنده دلوقتي. الخطه اللي انا كنت حاططها يا باشمهندس كنت شغال على المينيمم ريسورس، انا كنت شغال بقول له ب 40 معده في الصرف عايز اخلص. دي ما جابتش معايا في زون اثنين، وخلي بالك ممكن ما تجيبش معايا في زون اثنين وزون ثلاثه يا باشمهندسين لانهم اكبر زونات، يعني هم اكبر زونات في لب الموضوع. ممكن تمشي معايا في زون اربعه وفي زون واحد، بس في زون اثنين وزون ثلاثه ممكن ما تمشيش معايا. انا دلوقتي ماشي بالتخطيط، انا عايز اوصلك فكره يا باشمهندس، البرمافيرا للتخطيط مش للضرب. تمام؟ طيب انا اشتغلت على المينيمم ريسورس، اشتغلت قلت
معده واحده في الصرف هتخلص فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4، ما جابتش معايا ليه؟ لان مده المشروع صغيره ورمت معايا لشهر 9 وانا في مقاول تاني عايز يدخل في 16 7. طيب انا اضطريت، فبالتالي انا قلت خلاص هنشتغل مجموعتين في كل حاجه بقى يا باشمهندس، مجموعتين في الردم، مجموعتين في الصرف، مجموعتين في الناس اللي هتشتغل وصلات منزليه، يعني اذا عندي تو كرو في زون في زون 2 باختصار، فرقتين عمل منفصلين تماما في زون 2، فرقه هتشتغل فيز 1 وفيز 2 وفرقه هتشتغل فيز 3 وفيز 4، دي خلاصه القول. تمام؟ طيب برضو الى الان ما جابتش، طب نحلها ازاي؟ بالنسبه لزون 3 قريبه جدا، يعني 18 جولاي يعني قريبه جدا، ممكن احلها نقول له ايه بقى؟ تقول له يوم هتبدا سيفتي، فريق السيفتي ده ممكن في نفس اليوم نبدا حفر معاه، ما فيش مشكله، يعني ممكن هو يبدا في اول الطريق وانا ابدا حفر معاه، نعدل نيجي معدلها، ممكن نيجي نقول له ايه؟ نقول له ان 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 مثلا السيفتي عدلها لي ستارت ستار، هتيجي تقول لي ايوه مسموح لي بالستارت ستار يا باشمهندس، ركز مع بعض يا باشمهندس، اللي هنستعملها قليل جدا هي الستارت ستار، هتلاقيني مش مستعمل تقريبا 20 نشاط من 700 نشاط تقريبا، مش هنستعمل غير حوالي 20، ودي مسموح لي، مسموح لي ايه؟ الخمسه لو تتذكر في المحاضره الاولى او الثانيه كنا بنتكلم فيها، مسموح لك 5% من اجمالي عدد الانشطه تعملهم ايه؟ فينش تو ستار، فينش تو فينش، وستارت تو فينش، وستارت تو ستار، انا بقول لك اوعى تستعمل، اوعى تستعمل لا فينش تو فينش ولا ستارت تو فينش، استعمل ستارت تو ستار وفينش تو ستار. تمام؟ وفي طبعا كونديشن، وفي اونر بيمنع استعمال، بيسمح لك باستعمال الفينش تو ستار والستارت تو ستار. تمام؟ وقلناهم وقلنا ايه السبب، في اللي مش عارف ايه السبب يراجع المحاضرات اللي فاتت. طيب هنبدا نقول له، وانت شغال في السيفتي، وانتوا شغالين في السيفتي، نبدا حفر، تبدا المعده في نفس اليوم يبداوا يجهزوا حفر. تمام؟ طيب ونبدا نعمل سكادول ونشوف الدنيا هتوديني فين. طيب جابتني 11 جولاي زي الفل، انا كده ايه حلو قوي. طب عايز كام يوم بقى في شهر؟ يبقى اذا حليت مشكله فيز 3 بالتخطيط مش بالضرب، اهو بالتخطيط، شغلك يا باشمهندس لازم يكون كده. تمام؟ وممكن تاخد نفس الخطوات اللي انا بعملها دي وما تجيبش معاك نتيجه، يعني هتضطر، هتلاقيني بعد كده بنجيب لك، نقول لك خطوات ثانيه، يعني مثلا في زون في زون 3 وزون 4 ممكن نمشي على نفس الخطوات ما تمشيش معانا، نجيب حاجه ثانيه، يعني نقول لك على حاجات، لكل مقام مقال، مش عايزين نسبه الاحداث. طيب باقي معانا ايه؟ باقي معانا يا باشمهندسين في مشكله في 28 جولاي، انا عايزها 17. طيب ايه راي حضرتك؟ نعمل ايه بقى؟ نفكر مع بعض كده، نقول له اللهم صل على الحبيب المصطفى، ممكن انا في في كذا حل، يعني شبه التستنج مثلا السيفتي، وخد بالك يعني مثلا هنا لو قلت له ستارت ستار، على فكره في المرحله، شوف احنا في هنا عملنا ستارت ستار جابت نتيجه. تمام؟ هنا حضرتك لو عملت ستارت ستار او عدلت المده مش هتجيب نتيجه، ليه؟ لان في فلوت عالي، عينك على هنا يا باشمهندس، عينك على النقط الصغيره هنا دي، لو عملت لها اي حاجه مش هتجيب، لان الدرايفنج بتاع النشاط دي لما توقف على نشاط الحفر ده هو، ما احنا كل الحكايه عايزين نرجع شويه الانشطه دول، بص اللي انا بنحرك الماوس عليهم دول انا عايز ارجعهم ورا شويه، لو عملت نفس الخطوات اللي عملناها فوق مش هتمشي معاك هنا، ليه؟ لان في فلوت عالي هنا اهو، في فلوت اهوت، في حوالي مثلا شويه فلوت اهوت، في شويه ايام حلوين هنا تقريبا، بتتكلم مثلا في 20 يوم من 105 ل 77 يعني. تمام؟ طيب ايه اللي انا ممكن نعمله؟ طيب ممكن نعمل حركه بسيطه جدا اللي هي ايه؟ نيجي نقول له في ايوه بس كده وصلنا لها. ايه اللي هي بقى يا باشمهندس؟ انا في الحفر، ايه علاقه الحفر بالوصلات الباك فيلنج، اسف، ايه علاقه الباك فيلنج بالوصلات المنزليه؟ يعني ناس عماله تردم وناس شغاله في الوصلات المنزليه، طيب يبقى ما لهمش علاقه ببعض، اذا ممكن نحولهم، يعني بمعنى صح ايه؟ المعدات مش هنأثر عليها في المعدات، معنى ان انا مالهاش علاقه، يعني علاقه ترتيب بس لو بدأتهم مع بعض مش هتأثر على معدات المشروع، يعني مش هتزود معدات المشروع. فإيه رأي حضرتك نخلي نيجي نقول له مع
مع وانت بتبدا تدفن يا باشمهندس، ما تستناش انك لما تدفن خلاص، ابدا في نفس اليوم، في نفس اليوم اشتغل لي وصلات منزليه. طب ليه يا باشمهندس قبل كده كنت شغال فينش تو ستار؟ يعني انت عمال تزول لنا نوبه تقول لنا فينش تو ستار، نوبه تقول لنا ستار تو ستار. ايوه يا باشمهندس، ما انت في الاول بتشتغل على المينيمم وتاخد ديب بريس، يعني نفس عميق لحضرتك عشان تاخر نفسك بقدر الامكان وتشتغل براحتك. طب ما هو انا لما احولها ستار تو ستار، ما انا هعمل زحمه في المنطقه. في اولا في فريقين عمل شغالين، بوكلين بوكات او بوكلي او او لودر عمال يردم، وفي نفس الوقت الناس شغاله حفرات منزليه، بس انا مضطر على كده. طيب لو انت مش مضطر، خليه بعد ما يخلص 100% ابدا اشتغل وصلات منزليه. طيب انا في الحاله دي اضطريت، وفي نفس الوقت مش هنأثر على المعدات، فهنيجي نقول له يوم ما هتبدا، يوم ما هتبدا حضرتك وصلات منزليه ممكن يوم ما هتبدا دفان ابدا اشتغل وصلات منزليه. يبقى هنقول له ايه؟ هنقول له ستار تو ستار، ونقول له ايه؟ ونقول له سكادول. تمام؟ طيب بس في حاجه، ان الدفان هيخلص قبل الوصلات المنزليه. طب ايه المشكله؟ يعني اسف، الوصلات المنزليه ممكن تخلص قبل الدفان، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. طيب وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت حضرتك يا باشمهندس ممكن مسموح لك تستعمل لاج. ليه؟ احنا معانا 5%، 5% دي في حالة الأنشطة اللي انت مضطر لها. تمام؟ في حالة الأنشطة انت مضطر لها، ان هم مثلا بمعنى ان الدفان ما ينفعش يخلص قبل الوصلات المنزلية، لا دول ما لهمش علاقة، انا ممكن اخلص وصلات منزلية بالكامل وهو شغال في الدفان عاد. طب لو النشاط مرتبط فينش تو ستار علاقة عمل، ما ينفعش تستعمل اللاج على حذر. تمام؟ طيب يبقى اول حاجة هم ما لهمش علاقة، فما فيش مشكلة، هتخلص قبله وما فيش اي مشاكل. هنيجي بعد كده وهنقول له، وهنقول للايه، للبرنامج بتاعنا اسكادول، وهنشوفه ايه جاب ما جابش معانا نتيجه. ايه الـ ايه الـ ايه المشكله؟ ايه المشكله حضرتك؟ ان هو مرتبط مرتبط بالوصلات، لسه ما زالت هنا ايه الوصلات المنزليه. اللي عملناه فوق هنعملوه تحت. هنعمل ايه بقى حضرتك تحت يا باشمهندس؟ هنيجي نقف على النشاط الاخير ده، وهنقول له في حاله الدفان، في حاله الدفان اشتغل ستار تو ستار، اشتغل لي وصلات منزليه ستار تو ستار، وقول له سكادول وشوف لي النتيجه حضرتك. النتيجه جابت كام؟ جابت 13 جولاي، يعني انت كده ايه؟ انت كده في السيف سايد. تمام؟ اذا خلصنا البرنامج بتاعنا، خلص كام؟ خلص خلص 13 جولاي. ايه اللي انا، كل اللي انا عملته؟ انا حولت انشطه مش مرتبطه ببعضها. طب هل كان في بروسيس ثانيه او بروسيجر معينه ثانيه ممكن اعملها؟ كان ممكن حضرتك تقلل فتره الاختبار هنا وتقلل فتره الاختبار هنا. ليه؟ لان هي فتره اختبار ممكن تحطها يوم واحد، ينزلوا مع بعض يخلصوا الكلام ده كله. يعني بمعنى ان احنا لو حضرتك عايز تخلي دي زي ما هي فينش تو ستار، وتخلي اللي فوق فينش تو ستار، ممكن تقلل لي فتره الاختبار، فتره السيستم تيستنج يوم واحد يكونوا مخلصين هنا. ايه المشكله لما نزود ليه؟ لان هي معتمده، بص بقى، معتمده على ايه؟ معتمده على عماله، معتمده على سباكين وعمال بيختبروا. طيب وممكن وايتات ميه وحاجات من دي والكلام ده كله. طيب فهي مش مقصره، مش معدات ذات ثقل في المشروع. ممكن تخلي لي الاختبار هنا يوم، وممكن حضرتك تخلي لي هنا الاختبار يوم، ولكن انا بحتفظ لك بالمدد اهوت، وغيرت لك انشطه حذر. كم نشاط غيرناه ستار تو ستار يا باشمهندس في الانشطه دي كلها؟ ثلاث انشطه، ثلاث انشطه فقط. اذا بمعدل كام؟ وظبطنا زون زون كام؟ وظبطنا زون زون 2. ممكن بقى انت معاك معاك 3 جولاي، ما فيش مشكله، ممكن حضرتك تزود بقى مدد يوم، او تحرك تزود مده، تدي دي لاج مثلا لو انت عايز تظبطها بالظبط. تعالوا بقى نشوفوا نفتح الفلتر ونشوف حضرتك وصلت معانا التاريخ، لان طبعا وصلت معانا فين؟ وصل معانا لكام؟ ل 11 نقول سكادول 11 11 جولاي. انا عايزها 17 انا اولى بالايام دي، عايزها 17 جولاي. ممكن بقى نزوده مده التواريخ،
او نخليها نزود مده التواريخ بتاعت ايه، بتاعت قول معانا الشبكه الصرف اللي احنا عملناها ستار تو ستار اخر نشاط الوصلات المنزليه، ممكن نزود لها تواريخ. او ممكن ايه بقى، ممكن حضرتك نرجع للفلتر تاني بس عشان نبقوا مع بعض، ممكن حضرتك ايه تغير البروسيجر اللي هي ايه، نخليها فينش تو ستار ونبدا نقول له قلل لي فتره الاختبار. تمام. طيب تعالى نخلي دي اخر نشاط، اخر نشاط اللي هو كان دي معانا، بدل ما هو في ستار تو ستار خليه فينش تو ستار زي ما هو. تمام. وقول له سكادول، وخلي لي فتره الاختبار جابت معانا كام، 28. خلي لي فتره الاختبار هنا يوم. ليه؟ لانه نشاط مش ذات، بص بترجع للنشاط اللي ملوش اهميه او مش ذات اهميه. تمام. اللي هو الاختبار، وبتيجي للنشاط دي وبتخليه يومين وتقول له سكادول. تمام. جابت معانا 19 جولاي، طبعا احنا عايزين 17 جولاي دي، لو خلينا دي يوم هتبقى ايه 18 جولاي، هيتبقى يوم ما فيش مشكله بقى ايه. حضرتك بتبدا ايه 18 جولاي، يعني قربنا من المده، بتبدا بقى تظبطها. ممكن نيجي خلاص، يعني هو لو يوم ما فيش اي مشاكل، ما عشان بس ايه ما نبدا ما نضيعش وقت فيه. له كذا حل حضرتك، ممكن لو خليت نشاط من دول ابسط طريقه، يعني لو اي واحد عايز بقى ايه يخلص يخلي مثلا دي 9، بس انا مش عايز اغير في المعدات، مش عايز اغير فيه. ليه بقى؟ عايز نقف هنا يا باشمهندس، لما نقف على الحفر واللي هو النشاط، وخاصه انشطه الحفر يا باشمهندس، اوعى تيجي مال ان هي الانشطه المهمه في المشروع. لما تقف هنا على نشاط الحفر وتيجي على الريسورس اوتوماتيك بيقول لي 10 معدات، 10 معدات. ليه انا بقول لك ما تجيش يمه؟ عشان تبقى المعدات حاضره في ذهنك، تقول له خلي بالك هنا، في هنا انت عايز كذا 10 يشتغلوا هنا، وهنا 10 يشتغلوا هنا، يعني انت معاك 20، يعني 20 ينزلوا هنا. تمام. يبقى اذا لما تعمل متابعه، لما تروح تعمل متابعه وتعمل التقرير بتاعك، لو لقيت اقل من 20 يبقى ايه، يبقى عنده مشكله، عنده غلط. ليه؟ لو بدات تلعب في الديوريشن هتلاقي يوم بيقول لك 7 ويوم 8 البرنامج هيلعب معاك بقى، فانا مش عايز البرنامج يلعب معاك، عايز البرنامج يفضل مثبت معاك مثلا ان هم 10 معدات في اليوم، 10 معدات في اليوم، 10 معدات في اليوم. يبقى اذا دي بيريحك في عمليه المتابعه وعمليه الابديت. هنيجي نبص بقى على الفلتر، يبقى دي اول واحده ظبطناها. تعالوا بقى نفتح الفلتر ونقول له ابلاي. هنلاقيها طبعا زايده يوم بقى، تقريبا تبقى يوم 19. ما علينا، جت يوم 19، ودي بدل ما هتخلص يوم 15 خلصانه يوم 17 اوجست. تمام. طيب المده دي حطيتها بناء على ايه يا باشمهندس؟ المده دي اللي فوق ده هي اللي هي 23 وال 24، حطيتها بناء على فرق التواريخ. فرق التواريخ، انا عايز النشاط دي اعمال المقاول الثاني اللي كان بيسالني المهندس وبيقول لي هو هيعمل، هو اعماله ايه؟ انا ماليش دخل باعماله، هي دي اعمال المقاول الثاني اهو. المقاول الثاني هيدخل يوم 17/7 هيخلص 15/8، انا البرنامج بتاعي جاب لي 19، حضرتك ممكن تظبطها. تمام. بتظبطها بيوم بقى، تحرك يوم، تظبط يوم دي. ليه؟ لان هو يوم او اتنين مش هيأثر، بس تبعد عن الانشطه، تبعد عن الانشطه اللي فيها معدات تقيله، تشتغل على انشطه فيها عمال، تشتغل على، يعني معنى اصح ايه؟ يعني انت مثلا اللي لاحظ ان انا لما جيت عدلت، جيت في اعمال التستنج لاختبار الشبكه، اختبار الشبكه دي ممكن ناخدها يوم، ما فيش اي مشاكل، وفي نفس الوقت ممكن اختبر اصلا وانا بعمل قبل ما نخلص المناهيل، قبل اختبار. طب ليه انا عاملها فينش تو ستار؟ عشان ندي نفس لنفسي، يعني هو في الواقع هو بيعمل، اوعى تعمل اوفرلاب وانت بتخطط، لانه اصلا كده كده هيعمل اوفرلاب في التنفيذ. انت لازم تعمل له فينش تو ستار، فينش تو ستار، فينش تو ستار، عشان تدي له نفس، يبدا المدير المشروع يبدا يعمل اوفرلاب. ما انت لو بدات تعمل اوفرلاب في الحاجات دي كلها، مش هتيجي مش هتدي له نفس هو في المشروع، يعني انت هتعمل له اوفرلاب، امال هو يعمل ايه في التنفيذ؟ لما تجي له مشكله هيعمل ايه؟ تمام. اذا انا اصلا ممكن السيستم تيستنج دي اصلا ممكن حضرتك
يبدا يشتغلها هو مع نفسه قبل ما يخلص المناهيل مثلا بيوم، هو بمحر في المناهيل عمليه الياسه وعمليه مش عارف ايه، يبدا يشتغل فيعمل لاب مع، يعمل اوفر لاب هو مع نفسه. تمام. طيب بعد كده هنبدا نقول ايه، احنا ما زلنا في زون اتنين، ما زلنا في زون اتنين يا باشمهندس. بعد كده هنبدا نكمل الاعمال اللي هتبدا، بقى ايه المجموعه الثانيه بقى. احنا ظبطنا كده، بدل ما هي دي جت 16 7 جت معانا 19، مش مشكله حضرتك، انت فهمت السيكونس ازاي تظبطها، وانا قلت لحضرتك ممكن تظبطها بايه، بايام ازاي. ولاجل برضو ان حاجه في نفسي يعقوب انا هظبطها لك برضو عشان تبقى ايه متابع معايا. زون 2 فيز 4، زون 2 فيز فيز 4 خلاص. السبلاي انسوليشن اند هاوس كونكشن. طيب انستولينج مان هولز، خلي لي دي مثلا 9 ايام يا باشمهندس، رغم ان انا زعلان ما بحبش، اعدل في المدد اللي جايه من البرنامج، وخلي لي دي 9 ايام. انا خفضت يوم واحد فقط عن المدد المحسوبه. تمام. واقول له سكادول. تمام. 17 لسه ما زالت ايه؟ لسه ما زالت 17، انا عايزها 16، لان هو لان 16 انت هتسلمه يوم 16 وهو هيشتغل يوم 17. البيدنج اند ليفلنج دي معتمده على عمال، مفيش مشكله انا هخليها 14. تمام؟ واقول له سكادول. ما جابتش. يبقى في نشاط هنا هو الدرايفنج. الدرايفنج جاي منين بقى؟ طيب رجع لي دي بقى يا باشمهندس حضرتك، خليها لي 15. شوف بقى اهوت ايه، لذلك بقول لك دي ما احبش حد، يشرحها خالص، ان ممكن يشتغل. وطبعا انا عمال اخش على نقاط على فكره يا باشمهندس بتجيب نتيجه. الصوت بيقطع، طيب يا باشمهندس سيد، مش عارف والله يا باشمهندس شغال كويس. سيد يا مهندس سيد، شوف لي الصوت يا باشمهندس عندك يا مهندس سيد. من عنده هو هندسه، من عنده. الصوت واضح. تمام يا باشمهندسين، الصوت واضح يا مهندس سيد، الصوت واضح يا باشمهندس. كده يا باشمهندس حضرتك ايه، لاحظ ان انا لما قللت، خد بالك يا باشمهندس بقى معايا، هنبدا نشغل الفلتر عشان المشكله تبقى واضحه. الفلتر اللي احنا كنا عاملينه، خد بالك يا باشمهندس، انا لما قللت دي، لما جيت مثلا البيدنج الليفلنج وقللتها ما جابتش نتيجه. ليه؟ يا باشمهندس؟ لان النشاط مش هي الدرايفنج مثلا. بمعنى انت ممكن تبدا تشتغل ازاي بقى؟ تبدا بطريقه، ولو عايز تقلل من غير ما تاخد بالك، تيجي تبصص على هنا على النشاط، ده الهاوس كونكشن. مين اللي قبله؟ الباك فيلينج. الباك فيلينج هو الدرايفنج على فكره، يعني بمعنى ان انت لو قللت في الوصلات المنزليه اللي المجموعه اللي فوق منها، مش 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 هتجيب نتيجه. اللي هيجيب نتيجه معاه ايه؟ اللي لو عايز تقلل ويجيب لك نتيجه، اللي هو ايه؟ اللي هو الباك فيلينج. بمعنى ان انت لو قللت الباك فيلينج يوم، وقللت الوصلات المنزليه الاخيره يوم، فدي هتجيب نتيجه. ليه عرفت ازاي؟ لان هنا علامه الدرايفنج او النشاط القائد او النشاط المؤثر عليه. تمام؟ طيب ممكن نخلي ال لو عايزين نظبطها بقى 100% في الحاله دي، هنبدا ايه، هنخلي دي 14 ايه، 14 يوم بدل 15 يوم. ونقول له ايه، ونقول له حضرتك ايه، ونقول له حضرتك سكادول. تمام. جابت تقريبا في يوم اجازه هنا، بقت اوفر تايم. واضح يا هندسه؟ تمام. ماشي، اصل انت ما بتقللها يوم، ما فيش مشكله يا باشمهندس. اوفر تايم، ما احنا شغالين على الايه، ما فيش اي مشاكل. لاحظ، ان المدد يا باشمهندس، لو احنا بقى بنتكلم في الاكسل، اصل انا بقول لك ماده، طب هنفتح لك بقى حته عشان نوضح لك ان انا اقصد ايه. لاحظ في المدد يا باشمهندسين، فين الاكسل الاخر، واخر اكسل اللي كنا شغالين عليه كان في محاضره 10 تقريبا، ايوه محاضره 9.
لاحظ انه كان مديني ايام وكسور واحنا عملنا قربنا لو تفتكر يا باشمهندسين مع بعض. بص انا عملنا قلل في كل واحده يوم، ليه انا بقلل يوم؟ خلي بالك لاحظ ان دي كانت مديه لي مثلا ايه 2 و7 والمدد مثلا 12 و3، يعني في سماحيه مثلا ايه كانت 8 و3 بقت 9، ففي كسور انا مقرب ايه انا حضرتك ايه انا مش انا شغال راوند اب ما اشتغلتش راوند داون تمام. فلما بتخفض يوم فانت على فكره ما اثرتش على مده النشاط. انا كل الحكايه بنخفض يوم واحد فقط عن الانشطه اللي جايه لي من الاكسل ومش اي انشطه. لاحظ النشاط الدرايفنج انا ما لمستهوش اللي هو الحفر تمام، نشاط بيعتمد على معدات تقيله ما جتش يمه. انا اعتمدت مثلا على السيستنج، جيت عن السيستم تيستنج دي كنت مخفطها خالص خليتها يوم. ليه؟ لانه اختبار شبكه دي حضرتك ممكن ايه ننزل فريق نتصل على الاستشاري او المالك. دي بقى بيرجع لفهمك للمشروع تمام. كل ما تبقى فاهم في طبيعه عملك كويس كل ما تعرف تخطط صح. اختبار الشبكه حضرتك بتيجي منازل انت بتصل على الاستشاري يوم ومجمع السباكين اللي شغالين في كل الزنات ويلا تعالوا سلموا الشبكه تمام، بيجوا مسلمينها في يوم وخلصانين. احنا كنا مدينا 5 ايام وست ايام على الطريقه الطبيعيه ان انا شغال ريلاكس، يعني انا شغال براحتي خالص. طب يعني الايام ما ادتنيش راحتي، يعني الايام ما ساعدتنيش، فاضطريت ايه؟ فاضطريت اخفض مدد الانشطه اللي انا نقدر ممكن نضغطها تمام. طيب حضرتك ايه لقيت دي جابت 15 انا عايزها تجيب معايا 16 فما جابتش، ممكن ترجعها 10 وتشوف عشان تتاكد هل هي يبقى اذا ايه هل هي يوم 16 دي يوم جمعه؟ اذا يوم 16 ايه 16 دي يوم جمعه، فهي جابت معاك ايه جابت 15. تعال بقى ايه افتح الفلتر وقول له سكادول كده احنا ظبطناها بالظبط يا باشمهندس كده حضرتك ظبطناها بالظبط. مفروض ايه؟ مفروض ايوه مفروض اذا مفروض التاريخين دول يقروا زيهم زي التاريخين دول. يبقى انا ظبطت دي هتبدا يوم 17/7 حضرتك بدا يوم 17/7 اهي، وهتخلص 15/8 حضرتك خلصانه يوم 15/8. طيب هنكمل ايه هي؟ لاحظ بقى ايه، تعالوا بقى عشان ما تتوهوش معايا وتبقوا مركزين معايا كلكم على الخط. انا فين دلوقتي يا باشمهندسين؟ انا هنا تمام، عملت ظبطت شبكه الصرف، ظبطت شبكه الميه، ظبطت شبكه الري اهو تمام. ونهيت هنا في عندي كام؟ لو نعمل اكس لاين خط اهوت عشان حضراتكم تبقوا متابعين معانا، لما نعمل اكس لاين كده هنا مفروض يبقى التاريخ كام يا باشمهندس؟ مفروض 15 ايه 15/8 تقريبا، اللي هو 15/8 يخلص 15/8 وانا اشتغل يوم 16 تمام. ايه اللي انا هعمله بقى يوم 16؟ من بعد يوم 16 لحد نهايه المشروع انا هعمل الكهرباء والاتصالات والاناره والاسفلت تمام. لو ربنا عنا وقدرنا نظبط دول النهارده فاذا كده الكورس خلص اصلا، لان اللي هنعمله في زون 2 ممكن نعمله في زون 3 وزون 4 وزون 1 تمام. طيب هنبدا بقى مع بعض النهارده نظبط شبكه الكهرباء، هنكمل بعد ما خلصنا اعمال المقاول الثاني اللي هي دي يا باشمهندسين. يا ريت يا باشمهندسين معايا، يا باشمهندسين فاهمين اللي انا بقوله دلوقتي ولا تهتوا مني؟ اللي مش فاهم يدوس اثنين، اللي مش فاهم يدوس اثنين. قدامنا دقيقه، لو ما حدش داس اثنين يبقى خلاص الناس كلها انا اللي فاهم اوكي، اللي مش فاهم بس يقول يدوس اثنين. تمام، يبقى اذا ايه الشباب كلها الحمد لله فاهمه واكيد كلكم يعني افضل مننا ان شاء الله. كده يا باشمهندسين هنبدا بعد النشاط ده، بعد النشاط ده هو اللي هو بالمقاول الثاني بقى، اللي هو خاص بالمقاول الثاني اللي هو enable جي 1 to complete its works in zone 2، ان هو يخلص اعماله في زون 2 يوم 15/8. بعد 15/8 هنا هنبدا نعمل حضرتك ايه؟ هنبدا نعمل حضرتك شبكه الكهرباء والاتصالات والاناره والاسفلت
تمام. بس طبعا الاسفلت المفروض يكون ايه، يكون بعد ما تقريبا بعد ما تخلص الحفر بتاع الحاجات دي كلها، يعني بعد ما تخلص بقى وانت شغال الباك فيلنج، يعني الاسفلت دي طبقه اخيره تبدا تشتغل فيه. يبقى اذا الكهرباء والاتصالات والاناره، تعالوا بقى ايه نربطه ونشوفه احنا هنبدا نشتغل ازاي. اول حاجه يا باشمهندس هنبدا نعمل فلاتر زي ما اتفقنا. حضرتك ايه فيل بقى المايلستون ده، وفيل البروكيورمنت والديزاين والشوب ترون والبروكيورمنت نقفلها، مش عايزينها مفيش مشكله. نبدا بقى إيه؟ نبدا حضرتك يا باشمهندس انا هشتغل ايه. طبعا الساور سيستم ظبطناه، والباتابل واتر ظبطناها، والاريجيشن ظبطناها. معانا بقى دلوقتي ايه بقى، هنبدا نعمل فلتر حضرتك بأعمال الكهرباء موديفاي كنترول سي كنترول في ونقول له اوكي. وايه تاني ممكن احنا بقى نعملهم بقى بسرعه هنا عشان نخلصه. ايه تاني اللي احنا عايزينه؟ الاريجيشن الالكتريكال سيرفيس، وعايزين الكيبل لايتنج بوستس. الكيبل لايتنج بوستس كنترول سي. وحضرتك اوعى تكتب بايدك يا باشمهندس، لان ممكن نكتب بالسي ال بي، بس ممكن تعمل سبيس او حاجه زي كده ما تظبطش معاك. عاده في الفلاتر خد كوبي وبيست. لاحظ ان انا عملنا خد كوبي وبيست، ده افضل لك. تمام. اخر حاجه كانت اوكي، وقول له اوكي. اخر حاجه كانت معانا يا باشمهندسين التليكومينيكيشن كنترول سي، كانت اخر شبكه معانا. وتقريبا بقى ايه في شبكه الويرنج كورس الدبليو الوير اهي. ايوه كنترول سي. موديفاي وهنا اقول له اد لما الاكتيفيتي نيم كونتينز، تحتوي على ايه؟ اي حاجه فيها الكلمه دي، واقول له اوكي. دي اول واحده. وهات لي الفلتر اللي احنا كنا عاملينه في الاول تقريبا، الفلتر ده اللي هو ايه؟ تحت زون 4، انا زون 2 اسف، زون 2، واقول له اوكي واوكي وابلاي واوكي. تمام يا باشمهندس. واعمل لي بقى ايه؟ اكسباند اون عشان لو في حاجه ايه؟ خد بالك من الخطوات اللي انا بقولها دي، لان طريقه عمل يعني ايه؟ كده ايه بقى النشاط اللي هيبدا اللي المفروض يكون البريديسيسور بتاع الشبكات دي كلها؟ ايه النشاط اللي يكون البريديسيسور للشبكات دي كلها يا باشمهندسين؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو نهايه اعمال المقاول الثاني، يعني اللي هو المفروض ايه؟ المفروض الاعمال دي كلها تبدا يوم كام؟ يوم 16/8. خد بالك يا باشمهندس اعمالنا دي تبدا يوم 16/8. فاذا كل الشبكات دي كلها هتبدا ايه؟ هتبدا اول حاجه نبدا نشوف ايه. انا عمال افكر معاك كمان يعني الالكتريكال سيرفيس الخدمات، هنبدا بالخدمات كده الاول ونشوفها ايه هتجيبنا لفين. هنقول له البريدسيسور بتاع البريدسيسور بتاعك زون 2، تمكين المقاول الاولاني في زون 2 لحد من يبدا من 17/7 لحد ما يخلص 15/8. تمام تمام وقول له اوكي. هنا اصبح كام يا باشمهندس؟ 15 اوجست اهو. تقف هنا وتبص حضرتك تبدا تظهر الكلام ده كله، فهتلاقي انا واقف تحت اهو يا باشمهندس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الديتيل. بس يا باشمهندسين انا واقف هنا حضرتك في الديتيلز، فالبروديسيسور بتاعه هيخلص كام؟ هيخلص 15 اوجست. تمام. وقول له بقى حضرتك ايه؟ حضرتك سكادول. تمام. شوف نط معانا راح فين بقى. تعالوا بقى نشوفوا المشروع الزون 2 خلصت امتى. دي اول حاجه هنشوفها اهو. زون 2 خلصت 27 ديسمبر
27 ديسمبر. طيب كويس، انا لسه ما زلت في السيف سايد، انا المشروع بتاعي ينتهي كام؟ يوم 13 واحد. تمام، تعالوا بعد كده بقى نعمل حاجه تاني. يبقى انا بعد ما نستلم من المقاول دي هبدا شغل الكهرباء. طب تعالوا شغل الكهرباء بقى. تمام، عايز انا اشوف هل ينفع اخلي الاتصالات بعد ما تنتهي الكهرباء نشتغل، ولا هتبدا معاها ولا الاناره هتبدا مع الكهرباء، ولا ايه؟ اول حاجه الاناره انا ممكن نقول له عايزين نبدا اناره بعد ما نخلص كهرباء كل الاعمال الخاصه بالكهرباء في زون 2، ونشوفه هيرمي معانا لفين. تمام معايا يا باشمهندسين؟ انا عايز اقول له بعد الشبكات الاولانيه خلص من دماغهم، احنا كده ظبطناهم، شبكات الميه والري والصرف ظبطناهم، دلوقتي بنظبط في ايه؟ بنظبط في شبكه الكهرباء واناره الشوارع والاتصالات. تمام، والاخر خلص شبكه الاسفلت. انا دلوقتي انا بفكر معاك اهوت، انا لما جيت ربطت الكهرباء بعد ما استلم من المقاول الثاني، كل الشبكات هتخلص 27 ديسمبر، فانا معايا سماحيه. حلو كده، هنعمل حاجه ثانيه بقى، هنقول له ايه؟ هنكهرباء في زون 2 فيز 1، ممكن نبدا كهرباء إنارة الشوارع. بعد ما نخلص كهرباء القوة نبدأ إنارة الشوارع. ليه؟ عشان ما نعملش زحمة لنفسي يعني مثلا، وهنشوف. وفي نفس الوقت لو كانوا شغالين في نفس السايد دي مشكلة، يعني انت لو شغال مثلا ايه في جانب الشارع من هنا وجانب الغالب إنارة الشوارع بتبقى في الجزيرة، في الغالب إنارة الشوارع تقريبا. ان انا نقول له بعد ما نخلص كل الاعمال اللي هي خاصه بالحفر والباك فيلنج، ونخلص كل الاعمال مثلا الرينج، ونخلص الاختبار الشبكه، عايز ناخر دي. ابدأ لي بالكيبل اللايتنج بوست كده، ونشوفها ترميني لفين في البرنامج بتاعنا. طيب كده زي الفل. اديتنا يوم كام؟ اديتنا يوم 11 يناير. بس في عندنا مشكله، في عند حضرتك مشكله. ايه هي المشكله؟ ان لو هي كده اخر نشاط دي زي الفل ما فيش مشكله، ان الويرنج كورس، شوف انت عملت خطط اهو، ان الويرنج كورس 13 يوم، يعني تسيب له اقل حاجه 13 يوم نبدا نشتغل فيهم الويرنج كورس. طيب يبقى اذا العلاقه دي مش هتنفع معايا. تمام يا باشمهندس، هنقف هنا ونفكها تاني ونقول له لا حضرتك ايه، احذف لي العلاقه دي مش هتجيب معايا. طيب نعملها ازاي؟ هقول لحضرتك تعملها ازاي. ممكن تيجي تقول انا بقول لك انا عايز 13 يوم، ممكن نيجي نقول له يا كهرباء الشوارع، يا اناره الشوارع، ابدأي بعد ما نخلص اختبار، نعمل سيستم تيستنج، بعد ما نعمل التيستنج دي نعمل له اختبار تمام ونتاكد انه زي الفل، ابدا الشبكه دي. تمام، اذا كده ايه انا معايا ايه؟ ما زلت 27 ديسمبر، يعني معايا حوالي 13 يوم اكتر ويرنج كورس، لان الويرنج كورس لازم يبقى في الاخر بعد ما تكون خلصت كل الحاجه، لان طبقه النظافه النهائيه. طيب يبقى ايه اللي انا عملته؟ تعالوا بقى نرجع على التخطيط، نقول له ايه احنا اللي عملناه ايه بقى. انا خلصت الكهرباء
كلها ما عدا الكونكشن هاوسنج اللي هي الوصلات المنزليه تقريبا، ما عدا ايه بقى انستول ويرنج تاب اند باك فيل، ما عدا. وبعد ما اختبرت الشبكه، يوم اختبرت كهرباء القوه هنا بدات اناره، وكان الطريقه لو عايز تبص عليها بقى بطريقه مبسطه تكون هي ايه، بدات بالطريقه دي كده. انا عملت اوفرلاب بسيط، وفي نفس الوقت ما استعملتش لا لاج ولا استعملت ليد ولا انا شغال كله فينش تو ستار تمام. بعد ما نخلص كل الكهرباء اللي خاصه بفيز واحد، وبعد ما نخلص اختبار للشبكه ونطمنك على الشبكه، خش اناره الشوارع تدخل تمام. طيب وفي نفس الوقت هي بالتوالي بقى شغاله مع بعضها. ليه؟ لان انا بنقول له بعد ما نخلص اناره شوارع هنا اشتغل لي هنا، بعد ما تخلص اناره الشوارع هنا اشتغل لي في زون مثلا في فيز 2، خش لي في فيز 3، خش لي في فيز 4. وفي نفس الوقت عمال نقول له ايه، بعد ما تخلص الكهرباء هنا هنا. فهي اذا كده العلاقات ايه، هي علاقه واحده بس اللي استعملتها تمام. طيب بعد كده معانا ايه بقى، بسيطه جدا يعني، اعمال خفيفه خالص، تعالوا نشوفوا لو خلصنا التليكومونيكيشن ممكن نخلوه اللي هو الاتصالات، ممكن خلاها على سبيل المثال بعد اختبار الشبكه، ما فيش مشكله، بعد اختبار شبكه اناره الشوارع. لاحظ انا اناره الشوارع خليتها تبدا بعد اختبار شبكه كهربه القوى. يا رب تكون الناس مستوعبه معايا ومش ما تهتش مني يا باشمهندسين. حد تاه؟ في حد تاه يا باشمهندس؟ اثنين اثنين بسرعه لو واحد تاه. الصوت واضح؟ واضح يا هندسه. الصوت واضح يا مهندس اسامه؟ واضح يا هندسه. اكتبها لي بسرعه يا مهندس. محمد السيد، ايه مشكلتك يا باشمهندس محمد السيد؟ انا كل اللي تمام يا باشمهندس. ده اثنين قالوا، لا ده كده اثنين. محمد خطاب، لا واضح. علاء، ايه مشكلتك يا مهندس علاء ومهندس السيد؟ بسرعه يا مهندسين اكتبوها لي بسرعه. او السيد واضح، يعني السيد واضح، بتكتب لي اثنين وتقول لي يا مهندس سيد. خلاص واضح يا مهندس سيد، الحمد لله. المهندس علاء، ايه مشكلتك يا مهندس علاء؟ عشان بس الوقت يا مهندس علاء. مهندس علاء ما ردش، يبقى اذا ما فيش مشكله. انا كل اللي عملته احنا ظبطنا الشبكات الاولانيه خلاص، الثلاثه الاولانيين انتهينا منهم. دخلت على مهندس على شبكة الإنارة سكند ستيج. أيوة، ما هي سكند ستيج يا باشمهندس، ما هي مرحلة تانية. أنا بص يا باشمهندس، شبكة الإنارة سكند ستيج، طب ما هو أنا ما اشتغلتها كنا رابطين كل شبكة بطبعها، كل طبيعة شبكة الصرف مع بعض. ريحة يا باشمهندس لربط العلاقات عشان ما تتوهش معايا. في أول حاجة ربطت العلاقات الداخلية بكل مجموعة ببعضها، وبعد كده ربطت الشبكات ببعضها، بس بكل اللي ما عملته تمام. طيب جيت بعد كده، جيت خدت علاقة واحدة خارجية، وعارفها منين؟ علاقة واحدة خارجية من اختبار انا بنأخرها، هي دي مش علاقة لتأخير العمل ليس الا، عشان ما نبدأش الاعمال كلها مع بعضها ونعجل نفسي ونأخر نفسي. انا عايز نأخر، لاحظوا يا باشمهندسين خدوا بالكم بقى ان الفلود بدا يظبط مع نفسه اهو. بص اهو الفلود اهو. انت كل ما تربط بالطريقه دي انت عمال تظبط في الفلود من غير ما تاخد بالك. خلي بالك كل ما تريح نفسك وتبقى فاهم في التخطيط وتريح مدير المشروع في التنفيذ، تلاقي الفلود هو عمال يظبط نفسه بنفسه. لاحظ ان هو صفر صفر ثلاث ايام تمام. ما علينا، احنا عمالين نظبط الفلوت على فكره، انت شغال كده بتظبط الفلوت، ولكن لو في حاجه مش مظبوطه وخاصه البريكيورمنت والشيب دروينج هنقول لك تظبطهم ازاي ان شاء الله يعني تمام. طيب
انا خدت علاقه، جيت قلت له اعمال السيتنج اوت والمساحه والكلام ده كله لاناره الشوارع ما تبداش غير بعد ما نخلص السيستم تيستنج. نفسي بنشتغل على الليت ستارت او البدايه المتاخره، حتى عشان بعد كده لو اتزنقت والمشروع انضغط كل اللي هعمله بقى يا باشمهندس انا حافظ انا عامل ايه. نيجي فكك العلاقه دي، اول ما تفك العلاقه دي بتشتغل يوم، فبتجيب معاك مده، وخاصه لو انت بتعمل ريكفري. تمام يا باشمهندس؟ طيب يبقى ايه العلاقه دي؟ هي ليست علاقة إلزامية، هي علاقة لتأخير الأعمال وضبط الفلوت، وأوتوماتيك تظبط الفلوت. ومش عشان تظبط الفلوت كمان، أنا بريح نفسي بدل ما أشتغل، بدل ما نيجي هنا يا باشمهندس ونبقى شغال في نفس الزون كهرباء وشغال في نفس الزون. أنا بقول بعد ما نخلص كهرباء حضرتك هنا، بعد ما تخلص كهرباء القوة وتنزل للزون دي شغال فيها كهرباء قوه الاناره، واوتوماتيك هنا هتشتغل، بعد ما تخلص اناره هنا خش هنا، بعد ما تخلص اناره هنا خش هنا، بعد ما تخلص اناره هنا خش هنا. تمام؟ دي انا كل اللي عملته بعد ما اختبرت الشبكه وطمنت ولقيت الشغل كويس. تمام؟ تخش باناره الشوارع. تمام؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هنخش على الاتصالات، نعمل فيها زي بالظبط ما عملت في الشوارع. قلت له ما تبداش غير ما بعد قول في الاتصالات، ما تبدايش اتصالات، اعمال الاتصالات يا مدير مشروع مش هتبدا فيها غير بعد ما تختبر، بعد ما تختبر شبكه اناره الشوارع. تمام؟ لاحظ يا باشمهندس الفلوت كان بقى هنا بقى 214 يوم، في لحظه هتلاقي الفلوت قل وبقى زي الفل معاك. اهو بتيجي رابط العلاقه دي، قلت له بعد ما تخلص ناره الشوارع تخش لي ايه؟ اعمال الضغط اكسكافيشن، ابدا اشتغل ضغط اكسكافيشن. تمام؟ بص يا باشمهندس الفلوت بقى 12 يوم. تمام؟ طيب باقي معانا ايه بقى؟ باقي معانا الويرنج كورس، باقي معانا الويرنج كورس اعمال الاسفلت. هتيجي تقول له هتشتغل اسفلت بس بشرط بعد ما تخلص الاناره، اناره الشوارع وكهرباء القوه والاتصالات. يعني بعد ما تخلص اناره الشوارع وكهرباء القوه والاتصالات هنا اشتغل، بعد ما تخلص كهرباء القوه واناره الشغل تشتغل. يعني كل حاجه ليه؟ عشان دي ايه؟ اسمها الوين كورس او الطبقه النهائيه للاسفلت، يعني مش محتمله بهدله، المفروض تكون ايه؟ تخلص تجشد الشريط ومحدش يخش هنا، خلاص المنطقه دي اتقفلت وخلاص بتاع الاند يوزر ايه؟ لو عايز يستلم يستلم. تمام؟ طيب هنيجي رابط هنقول له بعد ما نخلص الاتصالات اهوت حضرتك، بعد ما تخلص بعد ما نخلص خد بالك شوف انا هنربط دي بايه بقى؟ انا بعد ما ايه؟ انا قلت له بعد ما تخلص شغل السبلاي انسوليشن والملهول والويرين تاب والباك فيلنج للاتصالات هتبدا ايه؟ هتبدا ترش البوتامين وتشتغل، وفي نفس الوقت الشبكه اللي قبلها اللي كهربت القوه، وفي نفس الوقت اقفل لي دول بقى عشان تبقى معايا مركز معايا، واقفل دي كمان وتعالى هات لي اربط لي دي. وفي نفس الوقت حضرتك بعد ما تخلص برضو الانستول والويرن تاب والباك فيلنج فور كيبل والترانش، بعد ما تخلص برضو دول. يبقى اذا انا مش هبدا شوف بقى هنا حضرتك في كذا كم نشاط قبلها اهوت، مش هبدا اعمال الطبقه الاسفلت النهائيه غير لما نكون مخلص كل الشبكات 100. علاقه تاخيريه، ده دي علاقه الزاميه. تمام؟ علاقه الزاميه ليه يا باشمهندس؟ لان انا مش هشتغل طبقه الاسفلت النهائيه ونبدا نظبط الطريق ونعمل الدهانات بتاعتي ونلاقي دخلت بالحفارات وبدات نشتغل بدات نشتغل بالحفر والكلام ده كله ونكسر من جديد.
تمام، وتعالى قول لي اسكادول وشوف البرنامج هيروح معاك فين. تمام كده جاني، ولسه معانا الحمد لله ايه 11 يناير، فيه 3 ايام، وتعالى شوفوا بقى ايه بقيه الطبقات التاليه. كل اللي هتعمله بقى كده، انت ظبطت كل الشبكات يا باشمهندس، كل اللي هتعمله اعمل اكسباند اول اهوت عشان بس نبقوا مع بعض. تيجي في طبقه الويرنج كورس ده، الويرنج كورس ده تيجي تقول له ايه، تمام، هتيجي تقول له بعد ما تخلص هتشتغل وير، خلص ال كبروا دي شويه بس عشان ابقوا شايفين. بعد ما تخلص يا باشمهندس نفس القصه، هتروح للعلاقه دي هتقول له مش هترش البيتومين او الار سي، الار سي 2 غير وانت مخلص كل الشبكات اللي قبلها. اهي خلص لي ده، مش عارف يا رب تكون الناس شايفه معايا الحته الصغيره ده، وخلص اهوت، وخلص لي خلص لي كهرباء القوه اهو. تمام حضرتك، اذا انا لو وقفت هنا بنلاقي انا نكون مخلص ايه، مخلص الباكفيل. انا بنقرا من تحت يا باشمهندس، خد بالك معايا تحت اهو، انا بنقرا نستول والباكفيل الخدمات الكهربائيه، وبعد كده الكيبل لايت كوميونيكيشن اللي هي الاعمال سبلاي انسوليشن بتاعت الايه الباكفيلنج بتاع شبكه الدكتات بتاعت شبكه الاتصالات. تعالى برضو نفس القصه حضرتك، نفس القصة حضرتك ايه، ادخل لي على نفس الشبكة دي، نفس القصة برضو تقول له ما تبدأش غير وانت مخلص ايه كل الشبكات اللي قبل منك اللي هي خاصة بكهرباء، نفس اللي عملها. تعالى برضو لاحظ يا باشمهندس 16 يوم 25 23 24 49 دي ممكن نشوفها مفيش مشكله، 8 اهو ما اتكلمتش على الفلوت، ولكن الفلوت ظبطت. تعالوا نربط دي برضو بالمره معانا هي، ولاحظ انت لو سبتها ووقفت لا تلاقي اوبن اند، فلازم برضو تربطها. يعني مثلا ايه، انا بقول له شبكه الاناره اهي مش هنرش البتومين غير وانا مخلص برضو 100% إنارة الشوارع، و100% انا بقول لك لازم تتربط، انت اوتوماتيك بتروح عليها بتلاقي اوبن اند، وعارفين بدأنا صح، اوتوماتيك الانشطه اللي انا بقول لك لازم تربطها. ليه؟ لان التخطيط اتعمل لخدمه العمل، فانت لما تلاقي نفسك بتخطط صح هتلاقي نفسك انت بتخدم في المشروع صح، بتلاقي نفسك انت شغال فعلا طبقا لطبيعه العمل في المشروع. ليه؟ لان انا فعلا ما ينفعش ابدا ما ينفعش البتومين ونبدا طبقه الاسفلت النهائيه وانا لسه، والف شكر كده وكل سنه وانت طيب يا باشمهندس، وانا خلصت زون اثنين خلاص بكل بساطه وكل اريحيه، والفلوت اوتوماتيك اتظبط. انا مش هنكلمك بقى على الفلوت اللي هو خاص بال على زون 2. هل انا جيت جمي ام الفلوت؟ هو نشاط 10 ايام على فكره، ودي ممكن لها 50 حل احلها لك دلوقتي، بس هنخلوها في نهايه الفيزياء كلها لما ايه نظبطوها مع بعض. تمام طيب، اوتوماتيك اتظبطت معايا الفلوت كله بقى زي الفل، برنامج عندي مدروس، ما فيش حاجة اوبن اند خاصة ايه اللي خلصناه. اللي عملناه في زون 2 هل في صعوبة؟ يا ريت تردوا عليها يا باشمهندس، هل حضراتكم تعرفوا تعملوا الزونات الثانية ولا ابدأ بنفس السيكونس كده المحاضرة؟ واضح الشرح يا باشمهندسين؟ الشرح واضح وبدوء يا باشمهندسين؟
يا ريت يا ريت تعملوا استبيان عن العيوب اللي فيا، يعني حاجه مضايقاكم، حاجه مش مستوعبينها، حاجه حسيتوا ان انا شرحتها غلط. احنا كلنا بشر ومعرضين للخطا، قولوا لنا يا باشمهندسين، يا ريت يعني تقولوا لنا العيوب دي. يعني انا سعيد جدا لو اهديت ليا العيوب بتاعتي. هل نقدر يا باشمهندسين نعمل زون انت كده؟ هل نقدر؟ انا كده الكورس يعتبر برزنتيشن، وازاي نطلع وازاي نعمل التقرير. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. انا دايما بحس ان انا بعرفش اوصل المعلومه والله، يعني دايما بحاول قدر الامكان اوصل لك. تمام. ايه اللي... تمام يا باشمهندسين، هل تقدروا الله يكرمك يا باشمهندس، الله يجزيك بالخير. كده يا باشمهندسين احنا كده هنبقى كده خلصت. نقول معلومات جديده. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، الفلوت يا باشمهندسين، لاحظوا ان الفلوت علاقات صح من الاول، بمعنى انك لو اشتغلت بنفس الطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليه، تمام، الفلوت هيظبط معاك اوتوماتيك. لو الفلوت ما ظبطش، اعرف ان في مشكله في العلاقات عندك، اعرف ان انت مع ملحه نشاط واحد حزين. يا باشمهندس هو نشاط واحد انا عارفه اهو، انا واقف عليه اهو 49، ليه انا ما قلتلكش عليه؟ مع تظبيط المشروع كله بنظبطه، لان في على فكره البريكيورمنت هتلاقي فيها فلوت كتير، والانجينيرنج ورك هتلاقي فيها فلوت كتير. هو نشاط، ما هو ايوه نشاط واحد، كون ان انت بتتكلم على الانشطه دي كلها او زون كامله ما فيهاش غير نشاط واحد، وعلى يعني ده لو لا قال مش عالي، خد بالك الفلوت مش عالي، بسيط اهو. لو انت عايز بقى تعديه بسرعه ومش عايز تتعب نفسك اهو، تسع ايام تمام، وقول له اسكت تمام، ظبط معاك 44 يوم. ولكن انا مش عايز ايه، كم يوم مش فاكر والله، كان كم يوم احنا هنا، خمس ايام، خلاها خمسه، كانت خمسه تقريبا، كانت اربعه كمان، خلاها زي ما هي. هقول لحضرتك، ما هو في ايام هتيجي في الاخر، لسه البرنامج ايه، هو مفيش غير نشاط واحد. وبقول لحضرتك انا بقلب مع حضرتك، مفيش غير نشاط واحد هو اللي ايه، هو اللي كسر القاعده، تمام. اذا حضرتك طبقت الدي سي ان ايه بكل بساطه، وحركت عملك وريحت مدير مشروعك، وبدات متاخر واشتغلت مظبوط، مفيش علاقات اوبن اند، يعني انا بطبق الدي سي ام اي بكل اريحيه، تمام. طيب باقي معانا ايه؟ الزونات الثانيه، تمام. والمحاضره الجايه هتقولوا لي بقى، انتوا فهمتوا وتقدروا تعملوا الزونات الثانيه ولا انا اعملها؟ مفيش مشكله، انا يهمني ان انا كل الناس تكون مستوعبه. لو طيب انا الطريقه دي اوكي، هتعمل نفس الشرح في الزونات الثانيه المحاضره الجايه، ولا هنبدا محاضره جديده؟ يعني كده ايه، احنا كده خلصنا زون 2، نفس اللي عملناه في زون 2 يا شباب هنعمله في زون 3 و4 وزون 1. السؤال لحضراتكم، هل تعرفوا تعملوا الزونات؟ اوكي، مش هتعرفوا، هنبدا نشرحهم المحاضره الجايه. وكده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلصنا كده ايه اللي احنا بنقول عليه. هندسه، في سؤال على الشات. ان نعم يا باشمهندس، في سؤال على الشات. البرنامج الاساسي
احنا لسه بدأناش عشان نسأل. ماشي، السلام عليكم. كنت عايز أسأل حضرتك أولا بالنسبة للنقاط، لمدة نشاط التخزين، هل دي ينطبق على مدة تقديم الشورت لونج والبروكيورمنت؟ ثانيا، البرنامج الأساسي تقدم الريسورس الاستشاري بدون الاعتماد، فهل ده هذا صحيح؟ البرنامج الأساسي تقدم بدون ريسورس للاستشاري للاعتماد، فهل ده صحيح؟ ريسورس وبادجت كوست، لان حضرتك قلت ان مده اي نشاط بتتسبب بتتحسب من الريسورس، فبالتالي المده مش هتكون محسوبه صحيح. فيمكن بص يا باشمهندس، اول سؤال حضرتك بيتكون من سؤالين. طبعا مش جاهز للاسئله، عايز ننجز الحاجات دي كلها عشان نخلص الكورس، ولكن هنجاوب لحضرتك. مده اي نشاط لا تزيد عن 44 يوم. ايوه يا باشمهندس، مده النشاط ما تزيدش عن 44 يوم. طيب، هل دي بتنطبق على الشوب درونج البروكيورمنت؟ البروكيورمنت يا باشمهندس في حاجه اسمها اللونج ليد ايتمز. ما هو ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده يا باشمهندسين. ايه الهدف؟ ان احنا 44 يوم عشان يعرف يعمل كنترول عليك، فلو زاد عن 44 يوم مش هيعرف يعمل كنترول عليك. وتكلمنا على النقاط دي، والسؤال دي لو صاحبه مش ما استوعبوش او ما فهموش ممكن يكلمنا على الخاص وانا اشرحه له بالتفصيل. النقطه الثانيه، هل الاستشاري، هل ان انت قدمت بدون الريسورس والكوست الاستشاري؟ والله طبعا ما ينفعش، امال انت على اي اساس اشتغلت؟ وهو هيحاسبك ازاي اذا كان راضى؟ في حاجه، راجع المحاضره الثانيه بس عشان انا مش عايز اتدخل في النقاط دي. قلت لك ايه بقى؟ البيز لاين اكسكيوشن اندكس او البي اي اي، مؤشر تنفيذ خط الاساس، ممكن تشتغل عليه. المحاضره الثانيه هتقول لك انت لو ما قدمتش كوست او ريسورس ممكن تشتغل ازاي. المحاضره الثانيه اسمعها كويس، وهتقول لك تدي لك طريقه في حاله انت لو ما قدمتش كوست او ريسورس ممكن تشتغل ازاي. تمام، انا ما جاوبتش على السؤال بنسبه 20 في 10%، ولكن انا عايز بس اخش في المحاضره بتاعتنا. الكيس ستادي الثانية، يا باشمهندس نكتب الكيس ستادي الثانية يا باشمهندس، محاضرة واحدة، محاضرة واحدة فقط، مش هتزيد عن محاضرة واحدة فقط، عشان هربطك، مجرد هربطك بس ببداية الاكسل شيت، ونفهمه لك من اول الاكسل شيت لحد واحنا ماشيين لحد دلوقتي، هو ايه؟ هو طريق واحد، ما فيش اختلاف. تمام. سؤال ثاني، كيفية تحميل عدد 2 أو 3 باشمهندسين؟ مش أسئلة، معلش مع احترامي لكم كلكم وانتوا أساتذتي وأنا بتعلم منكم، دي مش أسئلة سؤال وإجابة. أنا عايز أكمل بعد ما أخلص الكورس عشان ندي فرصة للناس، للناس اللي بتتعلم ما تزهقش مننا وهي في أسئلة وبتاع بيملوا. تمام، في الاخر خالص، اخر الكورس، ممكن لو انتوا عايزين محاضره وانا معاكم في اي وقت تواصلوا معايا، والواتساب وصفحتي وكل حاجه، ما بنتاخرش على حد ان شاء الله، لان زكاه العلم اخراه كله يعني. بس دلوقتي احنا شرح، هنكمل بس شرح مش محاضره اسئله. اخر فكره انا مش فاهم، كيفيه تحميل عدد 2 أو 3 كوست. ايوه يا باشمهندس، ما انت عندك باشمهندس في حاجه اسمها الاكسبنسز، حمل فيها زي ما انت عايز. في حاجه اسمها الاكسبنسز، حمل فيها زي ما انت عايز. تمام، انت فقط تحمل بقى كوست 2 3، عايز تعمل اكتر انا فاهم السؤال دي، وبقول لي مثلا ازاي نعمل كوست، نطلع الكوست الاستشاري والكلام ده كله، دي مش موضوعنا خالص، ممكن نتكلم فيه بعدين الطريقه المظبوطه. تمام، هنبدا بس مع يا باشمهندسين، ما تضيعوش اللي انا هقوله لكم، لان والله اللي هقوله لكم النهارده ما اتقالش قبل كده خالص.